عبد الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم انا نسالك الثبات والاستقامه في رمضان ورسوله كان عمله دائما، واذا عمل عملا اثبته ولم يقطعه. واخبر صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله تعالى ادومها، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا عباد الله، نحن الان بحمد الله ختمنا شهر الصيام والقيام والدعاء والسؤال الذي يتساهل التوفيق. الحمد لله الخلاق العليم خالق الخلق ومدبر الامر، لا يكون شيء الا بامره ولا يقضى الا بعلمه، منه الهدايه واليه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إ